أرحب بطاهر النونو القيادي ومستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. أهلا بك سيد طاهر، هل قدمتم أي رد للوسطاء بخصوص المفاوضات والعرض الأخير الأمريكي بخصوص وقف إطلاق النار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حتى اللحظة لم يقدم هذا الرد، ولكن هو في إطار الصياغة. موقفنا واضح ومعلن، نحن قلنا أن أي اتفاق يجب أن يتطلب 4 قضايا أساسية. الأولى أن يتضمن الوقف الشامل والتام للعدوان على قطاع غزة بمفهوم وقف إطلاق النار المتبادل. الثاني هو انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل وشامل من قطاع غزة. النقطة الثالثة هي توفير الإيواء والإعمار والإغاثة الإنسانية العاجلة للمواطنين في القطاع. والنقطة الرابعة هي التوصل لاتفاقية أو لصفقة تبادل جادة وحقيقية حول قضية الأسرى تكون مرضية لشعبنا. هذه هي النقاط الأساسية، وما نرى أن ما عرض علينا حتى هذه اللحظة لا يلبي هذه النقاط الأربعة. نعم، تحدثت يعني في النقطة الأولى عن وقف شامل ومتبادل لإطلاق النار. أود أن أستوضح منك إن كان شرطكم يتحدث عن مدة زمنية معينة، خاصة وأن الطروحات الأولية تتحدث عن مدد مبدئية يمكن لها أن تمدد. هل هنالك أي اشتراط من الحركة بخصوص النطاق الزمني لوقف إطلاق النار؟ نحن نقول أن أي اتفاق يجب أن يتضمن هذه النقطة الأساسية. قضية المرحلية هي قضية يمكن أن تدرس، ولكن موضوع أن يكون هناك واضحا أن هناك نقطة سنصل إليها هي نقطة الوقف الشامل والتام لوقف إطلاق النار، وليس اتفاقا مؤقتا لا ينتهي أو لا يتضمن أن يكون هناك اتفاق كامل لوقف إطلاق النار. نعم، تحدثت أيضا سيد طاهر يعني والحركة في بيانها تحدثت عن انسحاب الاحتلال الكامل والشامل من قطاع غزة. يعني هل هنالك في الطروحات التي قدمت إليكم أي تفاصيل تتعلق ببقاء قوات الاحتلال كما سمعنا من وسائل إعلام إسرائيلية في معبر نتساريم أو غيرها من المناطق؟ الاحتلال يريد أن يأخذ اتفاق مؤقت، يريد أن يبقي له وجود في داخل قطاع غزة، يريد أن يبقي له حرية الحركة في الدخول إلى القطاع في الوقت الذي يريده. هذه هي أهداف الاحتلال، والذي يريد أن يطوع النصوص لأن تتضمن مثل هذه القضايا، وهذا بالنسبة لنا لا يمكن القبول به، لا يمكن أن نقبل بالتعليق المؤقت غير المتضمن للوقف الشامل، لا يمكن أن نقبل بأن يكون للاحتلال أي حق بالدخول إلى قطاع غزة أو التواجد في أي بقعة من قطاع غزة أو أن يكون هناك أي منطقة عازلة في داخل القطاع. عودة النازحين يجب أن تكون غير مشروطة وكابلة وبحرية تامة بدون أي تدخل أو وصاية أو شروط من الاحتلال الإسرائيلي. دخول المساعدات، الإيواء، الإعمار، كل هذه القضايا يجب أن تكون متضمنة وواضحة وقاطعة الدلالة، بعبارات واضحة وقاطعة الدلالة غير المرتبطة بتفسيرات هنا أو هناك. نعم، هنالك أيضا تقارير تتحدث يعني عن أحد الطروحات التي تقول بأن تتولى قوات مصرية عملية تفتيش أيضا النازحين الذين سيتم إعادتهم إلى شمال القطاع بدلا من الجيش الإسرائيلي الذي يصر على تفحص هويات وتفتيش العائدين إلى شمال القطاع. هل طرح عليكم مثل هذا الأمر وكيف ستردون إن كان هذا الأمر هو أحد الطروحات؟ نحن موقفنا واضح أن قطاع غزة كل وقطعة واحدة، وكل لا يتجزأ ما بين الشمال وما بين الجنوب، اللي هي المحافظات الشمالية في القطاع والمحافظات الجنوبية. أي اقتطاع أو أي فصل أو أي تدخل في حرية الحركة للمواطنين ما بين محافظات القطاع هو لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال. نحن نتحدث عن حرية حركة بالكامل، عن انسحاب للاحتلال من منطقة الوسط وكل أرجاء قطاع غزة بشكل واضح وشامل، ولا لبس فيه ولا يوجد أي تدخل للاحتلال أو أي عائق أمام دخول أو تحرك المواطنين الفلسطينيين بين المحافظات القطاع المختلفة. ولذلك نحن موقفنا من
موقفنا بهذه القضية قاطع، أن أي منع أو أي حظر أو أي حجز أو أي إعاقة للمواطنين هو مرفوض. طيب، يعني تتحدث أيضا عن أن أحد شروطكم هو التوصل لصفقة تبادل أسرى جادة، وهنالك أيضا تقارير مرة أخرى تقول بأن إسرائيل تشترط أن يكون لها حق النقد، حق الرفض، الفيتو الإسرائيلي على أسماء بعض المعتقلين الذين تطالبون بهم. كيف ستردون على ذلك أيضا سيد طاهر؟ نحن لم ندخل حتى اللحظة إلى تفاصيل موضوع التبادل. الحديث الآن يجري في النقاط الثلاث الأولى، وتحديدا موضوع النازحين والانسحاب التام من القطاع وقضية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار. هذه القضايا هي التي تأخذ جل النقاش اليوم. أما موضوع الأسرى والأعداد والأسماء حتى اللحظة ولم يجري فيه أي نقاش جاد، يمكن أن نقول أنه جرى بحثه أو التطرق إليه بعمق. بالتالي تقول أن النقاشات حتى اللحظة تستهدف فقط محاولة يعني حل عقدة المنشار التي بالتأكيد أن الانتهاء من قضية وقف إطلاق النار التام وعودة النازحين والانسحاب هي تفتح الطريق للبحث في النقطة الثانية والمتعلقة بقضية التبادل والأعداد والأسماء وما إلى ذلك، لكن النقاش يدور منذ عدة أشهر حتى اللحظة في القضايا الثلاث الأولى. طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أشكرك جزيل الشكر.